أهلا فيكم بفيديو اليوم. اليوم أنا حاب أعتذر، أنا مو دايما بغلط بس هاي المرة أنا غلطت، وأنا بحب الصراحة أعترف لما أغلط. قبل سويت فيديو عن أسوأ مغني بالتيك توك، طلعت غلطان، بحب أعتذر لك. أنا آسف جدا عطيتك هذا اللقب. آخر مرة غلطت عطيته اللقب، فكرته جد هو أسوأ مغني في التيك توك، كنت جد بفكر هذا الشيء، بس للأسف طلعت أنا غلطان. مو دائما بغلط بس هاي المرة غلطت. خليني أورجيكو أسوأ مغني في التيك توك اليوم. The club is the best place to feed the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table, they always are drinking fast and the way talk is slow. Look, I'm over to start a conversation with just me. I trust me, I give you a chance now. Take my stop with feather melon. اللقب إلك 100%، يعني بدون حتى ما نكمل الفيديو خلاص عرفنا اللقب إلك أنت 100%. بتحسه ما بيغني، بتحسه بيهرب من الغنية، يعني البيت شغال بس هو بيهرب من البيت هيك. أبيسين عمينين تعنتي سبدي قد ولعت جو. أي كلام بيحكي، كمان ما في ولا كلمة بيحكيها صح. غريب هالإنسان، بيستحق اللقب الصراحة. هاي المرة ما حكون غلطان أنا أكيد، هاد هو أسوأ مغني بالتيك توك. Come on off for money, I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put the body on me. بتحسها مو غنية، عقاب، يعني بيعاقبوا الناس عشان يسمعوها هيك. اسمع، حتسمع الكلام ولا لا؟ حسمعك الغنية لو ما بتسمع الكلام. خلص والله أسمع كلامك هيك، ما بتحسها غنية يعني. إشي غريب هيك، زي كأنه شعوذة، سحر أسود، ما بيغني قاعد بس هيك بيخبص كلام، والبيت ورا ما بيمشي أبداً على البيت. البيت هيك زي كأنه منظر بس محطوط، بتحسه ما عم بيغني أصلاً مع البيت، يعني هو بيغني بعدين بيحط البيت. تستحق الصراحة هذا اللقب 100%، بتستحق هذا اللقب، فبحب أعطيك إياه. وآسف مرة تانية للي حكيت له قبل أنه أنت أسوأ مغني بالتيك توك. لقد أتى لدي يا صديقي الوغد. تخيل أنت تعمل تكسب رزق تجني مال تيك توك ويأتي صديقك. تبل لي هذه الصداقة من هذه النوع. لماذا نحن أصدقاء؟ تبل لك. اسأل نفسك. هذا الكلب هذا أعرفه أقل شيء. كم أعرفه؟ 10 سنوات تقريبا. صديقي من 10 سنوات. أكبر فاشل رأيت في حياتي. إنسان لا يفلح في أي شيء، أي شيء يقوم بفعله يفشل فيه. لا نساء، لا دين، لا شيء. يعني تخيلوا، لا يشرب، لا يخرج مع فتيات، لا يقامر، لا يزني، لا يفعل أي شيء يغضب الله، وفوقها لا يصلي، يعني حكمه حكم الكفار. تتجنب كافة هذه المعاصي وتأتي للصلاة ولا تصلي. اقسم بالله ما اعرف هيك شباب، هذول الشباب هيك ما لهم داعي في الحياة، ما بيصلي، ما بيذنب، ما بيعمل اي اشي غلط ولا اي اشي صح، هيك بس حياته ما بتعرف، بس هيك عايش، موجود في الحياة يتنفس بس ياخذ الاكسجين من الناس التاني. في ناس زي هيك ما إلها داعي في الحياة، موجودين كتير منهم هدول، اكيد بتعرفوا انتو كمان واحد زي هيك او واحدة زي هيك. شوفوا كيف اللي حواليهم هيك ساكتين، منصدمين هم، بس انه خلص لازم نسكت، احنا في امريكا هون الاشياء هاي عادي. لو اي حدا حكى انه هذا مو عادي، هذا غلط، الكل بيقلب عليه. انت متخلف؟ انت وين عايش؟ بالجاهلية؟ شو خلص طورنا احنا ب 2023، عادي كل اشي بيصير. شو شعورك اصلا انت هيك طالع قدام الناس لابس لبس عروس؟ كيف في ناس عندهم ثقة بالنفس لهي الدرجة انه هيك يقدر يطلع قدام كل العالم زفة عرس هو العروس؟ اشي ما منطقي ابدا. بس خلص هاي امريكا، هناك لازم تتقبل هذا الشيء. لو ما تقبلت زي ما حكيت لكم انت واحد متخلف. نفسي اروح على هاي الاعراس هيك انجن هناك مع عبود سبيكا، لازم عبود سبيكا يكون موجود. والمشكله بتلاقي في ناس حواليه بيفكروه هو جد قاعد بغني انجليزي، ما عارفين انه هو بخبص.
هذا شاطر بالانجليزي كثير. عبود سبيك يا اخي، اقسم بالله انه فنان. سباجيتي سباجيتي صوص انا شو لحظة شوي. اوكي عم يعمل خير، كتر الله خيره، بس هذا مش هو نفسه اللي كان يعمل هذا النوع من الفيديوهات؟ لازم افوت اكاونته واشيك، لازم، انا متأكد هذا هيك كان يسوي زمان. سيريال ميلك. فجأة سبحان الله صار يحب يساعد الغير. شو صار فيه؟ خسر متابعين شكله؟ مستحيل هيك، لأنه من نفسه هو صار بده يساعد الغير. في إشي صار، مستحيل. التوفيق راح. أوه، عشان هيك كلنا نعرف ليش هيك يسوي فجأة. أوكي التوفيق راح، فصرت هلأ أنت سبحان الله تحب تساعد الغير. لما شاف أنه التوفيق تاعه راح، خلص حكى بدي أنا هلأ أصير أساعد الغير. سبحان الله. النهاردة أقول لك على أخطاء كارثية بتبوظ التيشيرت البيزك بتاعك. يلا بيدي. أول حاجة ما يكون عندك كرش نفس هيك، هاي بتبوظ التيشيرت البيزك على الآخر، إنه يكون عندك هيك كرش. أنا بعطيك من الآخر، بعطيك الصراحة. خلينا نشوف الأشياء التانية اللي حتحكيها. بس انت ان شاء الله ياكل فرحك للاكسبلور. شو هاي الحركه الاخيره؟ شو هاي؟ بس انت ان شاء الله ياكل فرحك. انت حكيت كل الاغلاط اللي في التيشيرت الا الغلط الاكبر، هو كرشك. كرشك ما بيصير، ما بيصير هيك تلبس تيشيرت دي لهي الدرجه. عندك كرش هيك البس اشي واسع، لا تلبس هيك ابدا. انت هيك بتكسر قانون الفاشن كامل. كيف بتعلم الفاشن وانت عندك هاي الكرش؟ انت لساتك كمان مستمر لهلا؟ انا نسيت هاد زمان عنه، زمان ما سويتوا لي منشن. بدي اشوف فيديوهاته الجديده، خليني اشوف كمان فيديو. النهارده هقول لك على حاجات لازم تقلل من استخدامها وتستخدمها صح عشان خاطر ما تضركش اكتر ما بتنفعك. يلا بنبتدي باول حاجه، وهي صابون الايد. صابون الايد معمول للايد، اوعى ابدا ابدا انت تغسل بيه شعرك او تغسل بيه بشرتك، عشان ما يوقعلكش الزيوت الطبيعيه اللي موجوده في شعرك، وبرده ما يخليش بشرتك تلتهب. قلنا قبل كده ان احسن روتين للشعر ان انت تستعمل الشامبو مرتين في الاسبوع وباقي الاسبوع بلسم بس. وبالنسبه لوشك هتستعمله غسول مخصوص ومرطب، برده يكون مخصوص من شركه سكين كير. نيجي بقى لتاني حاجة، وهي الاستشوار. اوعى ابدا ابدا زي ما قلنا قبل كده انت تنشف شعرك بالاستشوار، عشان خاطر ده هيكسر الشعر بتاعك ويوقعه. الاحسن ان انت تنشفه في الفوطة، وزي ما قلنا قبل كده اوعى تنشف بالفوطة، فرك هتنشف طبطبة. حبيبي انت جدا دلوع. شو انشف شعري طبطبة؟ شو انشف شعري طبطبة؟ هذا الانسان غريب جدا يا اخي، بيعلم الاشياء هاي وهو ما لابق له يعلم هاي الاشياء. يعني تخيلوا هلأ انا اكون دب اجي اعلمكو كيف تنحفوا، موضوع مش منطقي صح؟ طب شو رايكو لو حكيت لكم انه في له فيديو قديم كان بيعلم فيه كيف الواحد ينحف؟ النهارده بقى يا جماعه هقول لكم ازاي تاخدوا جسمكم من كده لكده في اقل من 10 ايام. محتوى غريب عجيب، واثق من نفسه بيطلع بوثوق. اليوم حعلمكو ازاي تلبسوا فاشن، اخر اشي كرش طالع. نجيب بقى لتالت حاجة، وهي ان انت اوعى ابدا ابدا تاكل حلويات بنسبة كبيرة، عشان خاطر هتبوظ لك سنانك وكمان هتطلع لك حبوب. الاحسن انت تبدلها بالفواكه عشان خاطر تحافظ على بشرتك وما تبوظش سنانك. لا لا، انت اكبر امبوستر اشوفه في حياتي. بتنصح الناس تاكل فواكه وتبعد عن الشوكولا والشيبس وهالاشياء، وانت شوف حالك، شوف جسمك ابو الشباب. انت بتنصح بدون ما تطبق النصيحة تاعتك؟ تعطي بس النصيحة للناس وانت ما بتطبقها؟ طب هيك الناس ما هتسمع نصيحتك. بكفي بكفي، ما بدي اشوف كمان له فيديوهات، خلينا نروح المنشن اللي بعده. لما اجي اتقدم لك وتخفف دمك وتحط ملح في القهوة، انا كمان راح اخفف دمي واطلب بيد اختك بدالك. شفتوا هيك بالاخر كيف سوى؟ انا وحش؟ حس حاله هيك وحش بعد ما حكاها للكلمة. تخففيش دمك علي تمام؟ انت ما بتعرفي مين انا؟ تخففيش دمك علي تمام؟ بطلب ايد اختك. بيحكي عن الموضوع زي كأنه هذا الموضوع هيك
حياة وموت. ليش دمك علي؟ ما تمزح معي أنا، أنا ما بتحمل المزاح. ها؟ هو كتير خطير، انتبهوا منه. ها؟ البنت المستقبلية انتبهي. ها؟ تروح بخطب أختك بعدين تندمي طول حياتك. يا الله. طيب بكفي منشنات لليوم، لا تنسى اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. في أمان الله.